بصوا يا جماعه، احنا النهارده هنبدا في التشابتر اللي هو الخامس، اللي هو بيتكلم على الالكتريك والكاباسيتنس ومعادلات باسور لابلاس. تعالوا نبدا الاول بالكاباسيتنس كده يا جماعه. موضوع الكاباسيتنس ده موضوع بسيط قوي. هو الكاباسيتنس عباره عن ايه يا جماعه؟ الكاباسيتنس ده عباره عن اتنين كوندكتورز ماتيريالز، يعني مفصولين باستخدام داي الكتريك ماتيريال، يعني اتنين كوندكتورز معزولين عن بعض. والله يا جماعه لو اتنين كوندكتورز وانا وصلتهم على طرفين بطاريه، الالكترونات هتتكون على الاتنين كوندكتورز. واحد فيهم هيبقى عليه بوزيتيف تشارج المتوصل بالطرف البوزيتيف، واحد هيبقى عليه نيجاتيف تشارج المتوصل بالطرف النيجاتيف. بصوا يا جماعه، اتنين تشارج بوزيتيف ونيجاتيف دول هيعملوا الكتريك فيلد ما بينهم، والالكتريك فيلد ده هيتخزن فيه انرجي، اللي هي الانرجي اللي هي الطاقه بتاعه التشارجز اللي موجوده. وده هو الكاباسيتنس يا جماعه. الكاباسيتنس ده عباره عن انرجي متخزنه او تشارج متخزنه على اتنين كوندكتورز ما بينهم في عزل. زي ايه الكاباسيتنس يا جماعه في الدنيا؟ اي حاجه في الدنيا كاباسيتنس على فكره. يعني انا جسمي موصل وانت جسمك موصل، احنا الاثنين واقفين قدام بعض، ما بيننا هواء، الهواء ده انسيليتور، فاحنا بين جسمنا احنا الاثنين في كاباسيتنس. لو حطينا جهد بطاريه، انا مسكت طرف وانت مسكت طرف، الشحنات هتتجمع على جسمي بوزيتيف وانت نيجاتيف او العكس. المهم يعني ان احنا الاثنين هنعمل كاباسيتنس، ما بيننا احنا الاثنين هتتخزن شويه انرجي يا شباب. فالكاباسيتنس ده موجود في كل حاجه في الدنيا يا جماعه، اي اثنين كوندكتورز وما بينهم في عزل ده بيكون عندي كاباسيتنس. قيمه الكاباسيتنس او السي، الكاباسيتنس دي بتساوي الشحنه الموجوده مقسومه على الفولتج ما بين التو بليتس دول. بص يا جماعه، هي بتساوي كيو على في، بس هي ولا بتعتمد على الكيو ولا بتعتمد على الفي زي ما هنشوف كمان شويه، لان احنا عارفين اصلا ان الفي دي جايه من التشارج، دي جايه من الكيو اصلا. فهي ما بتعتمدش ولا على قيمه الكيو بكام ولا على قيمه الفي بكام، هي بتعتمد على شكل الجسم بتاعك او شكل الكونفيجريشن بتاع الكاباسيتنس بتاعك، الكوندكتور شكلها عامل ازاي، الانسيليتور اللي ما بينهم شكله عامل ازاي، وهكذا. فاحنا النهارده عايزين نتعامل بقى مع الكاباسيتنس اللي هو بيساوي كيو ماجنتيود الشحنه على الفي ماجنتيود الفولتج ماجنتيود البوتنشال، مقسومين على بعض، وده ولا بيعتمد على كيو ولا بيعتمد على في، لازم نكون فاهمين ده كويس جدا. السي كاباسيتنس وحدتها فراد، الكيو دي الالكتريك تشارج وحدتها كولومز، والفي ده البوتنشال ديفرنس وحدته فولت. لازم نعرف يا جماعه ان السي بتعتمد على شكل الكوندكتور، شكل اثنين كوندكتور، مسافه ما بينهم، تعتمد على الميديم اللي موجود في النص. خدتوا بالكم هي معتمده على الثلاث حاجات دول، ما فيهاش ولا كيو ولا في، هي ولا معتمده على كيو ولا في. والسبب بتاع ده فيزيكالي يا جماعه، ان الفي جاي من الكيو او الكيو جاي من الفي، هما الاثنين واجهين لعمله واحده من الاخر كده. ماشي يا جماعه، فهي معتمده على الكونفيجريشن بتاعي بس. هناخد اشهر شكل من اشكال الكاباسيتور يا جماعه، اللي هو البارلل بليت كاباسيتور، اللي هو عباره عن اثنين كوندكتورز، اثنين بليت اوف كوندكتورز وما بينهم في عزل. بص يا جماعه، البارلل بليت كوندكتور كاباسيتنس ده بيبقى عباره عن اثنين كوندكتورز، بليت فوق وبليت تحت. لو انا افترضت ان التو بليتس دول عليهم تشارج اسمها كيو، هتبقى الرو اس او التشارج دنستي على كل بليت فيهم بتساوي كيو على الاريا او كيو على السيرفيس اريا على اس، او من الاخر يعني التشارج اللي مشحون بيها الجسم بتاعي هتبقى اس برو اس. والكوندكتور اللي تحت زيه بالظبط يا شباب، بس التشارج اللي عليه هي بالنيجاتيف، فيبقى اس في نيجاتيف رو اس. الاثنين بليتس دول السيركس اريا بتاعتهم اسمها اس، والمسافه اللي ما بين الاثنين اسمها دي. اتفضل، مين اللي بيتكلم؟ في حد بيتكلم يا جماعه؟ طيب. بصوا يا شباب، احنا دلوقتي عندنا البارلل بليت كاباسيتور ده كاركترايزد بان المسافه او ان الديستنس اللي ما بين التو بليتس اصغر بكتير جدا من السيرفيس اريا بتاعته. يعني المساحه بتاعت البليت ده اكبر كتير قوي من الديستنس ما بين التو بليتس. اثنين بليتس ما بينهم عزل بس قريبين قوي من بعض، اللي هو تقريبا لازقين في بعض. لما تكون الاريا كبيره جدا يا شباب، احنا بنتعامل مع البليت ده كانه انفينيت بليت، يبقى انا اقدر اطلع قيمه الالكتريك فولت اللي طالع، انا اسف، الالكتريك فيلد اللي طالع منه. والالكتريك فيلد اللي طالع من الانفينيت بليت بيساوي رو اس على ابسلون. فانا هلاقي يا شباب عندي ان من البليت اللي فوق
في عندي الكتريك فيلد اسمه رو اس على ابسلون، والدايركشن بتاعه في اتجاه النيجاتيف اي زد. ولو جيتوا تحسبوا على فكره للبليت اللي تحت كمان هتلاقوا ان طلع نفس الالكتريك فيلد رو اس على ابسلون اللي هي نيجاتيف نفس القيمه دي على ابسلون، والاتجاه بتاعه اي زد، فيطلع نفس المعادله دي بنفس الاشاره ونفس اتجاه الالكتريك فيلد. فانا عندي فيلد جاي من التشارج اللي فوق نازل رايح للتشارج اللي تحت، او من البليت اللي فوق رايح للبليت اللي تحت، قيمته رو اس على ابسلون واتجاهه ناقص اي زد. طيب احنا عارفين يا جماعه المعادله بتاعت البوتنشال، ان البوتنشال ده بيساوي ناقص التكامل بتاع اي ضد دي ال. وانا جبت الاي وعارف الدي ال بتاعتي هي عشان في اتجاه الزد دايركشن، او عشان الاي في اتجاه الزد بس، يبقى بتساوي دي زد. واقدر اعمل التكامل ده، يطلع معايا ان البوتنشال ديفرنس ما بين التو بليتس بتوعي هو رو اس على ابسلون مضروب في الديستانس دي. بصوا يا جماعه، هو رو اس على ابسلون، والزد هنعوض من ايه لبي. ايه ده؟ هو الزد بتاعت البليت اللي فوق، انا اسف بتاعت البليت اللي تحت، وبي الزد بتاعت البليت اللي فوق. فالفرق ما بين التو زدز دول، او التو الاي والبي دول يعني، هو الديستانس ما بين التو بليتس. فيبقى معايا يا جماعه قيمه البوتنشال ديفرنس ما بين التو بليتس هو رو اس على ابسلون مضروب في الديستانس ما بينهم. لو عايز اجيب التشارج زي ما قلت لكم، التوتال تشارج اللي هنا بتساوي رو اس في اس. توتال تشارج بتساوي رو اس في اس. نقسم بقى الكيو على الفي، نقسم الكيو على الفي من المعادله الاساسيه بتاعت الكاباستنس، كيو على في كماجنتيودز عشان نطلع قيمه السي. هتلاقي ان السي يا باشمهندس في الاخر بتاعت البارلل بليتس بتساوي ابسلون اللي هي البرميتيفيتي بتاعت الميديم، مضروبه في اس اللي هي السيرفيس اريا، مضروبه في دي الديستنس ما بين البليتس. ودي معادله يا جماعه ما فيهاش ولا كيو ولا في. كيو في هما الاثنين بيتغيروا مع بعض بيز على ريشو دي، اللي هي ريشو ثابته طالما الكباستور اتعمل يا باشمهندس، لان الكباستور بتاعي زي ما قلت لكم معتمد على الاريا بتاعت البليتس اس، وعلى الديستنس ما بين التو بليتس اللي هي دي، وعلى ابسلون اللي هي الداي الكتريك ماتيريال اللي موجوده في النص. خدوا بالكم يا جماعه، هنا ابسلون دي مش هي ابسلون نوت بتاعت الهواء، ابسلون دي ابسلون بتاعت اي عزل تاني، اللي هي بتاعت اي داي الكتريك ماتيريال تاني يا شباب. الابسلون دي بتساوي ابسلون ار رقم ثابت مضروب في ابسلون نود، اللي هو حاجه اسمها ريلاتيف بيرميتيفيتي مضروبه في الابسلون نود. الرقم الثابت ده يا شباب بيعتمد على الميديم. الابسلون دي بتساوي ابسلون نود في ابسلون ار، ابسلون نود دي بتاعت الهواء، ابسلون ار دي رقم ثابت يا جماعه بيريفير بقى اي ابسلون للابسلون بتاعت الهواء. لو خدنا بالنا يا جماعه من المعادله بتاعت الفي والمعادله بتاعت الاي، هتلاقوا ان الاي بتساوي رو اس على ابسلون، الفي رو اس على ابسلون في الديستنس، يعني البوتنشال ديفرنس او الفي بيساوي الالكتريك فيلد في الديستنس، ده في البارلل بليت كاباستور. ولو احنا عايزين نحسب التشارج اللي موجوده، فالتشارج دي بتساوي سي في بي، لان انا عارف ان سي هي كيو على في، يبقى التشارج هي سي في بي. لو عوضنا عن التشارج دي في المعادله اللي احنا حافظينها بتاعت الانرجي، هنلاقي ان اي كاباستور بيخزن انرجي قيمتها نص سي في سكويرد. كده خلصنا يا جماعه من البارلل بليت كاباستور اللي هو اشهر حاجه. تعالوا نبص على الافكار اللي ممكن تبقى موجوده في بارلل بليت كاباستور. دلوقتي يا جماعه احنا عندنا دول تو بليتس وما بينهم داي الكتريك ماتيريال واحده بس. طب لو انا قسمت الداي الكتريك ماتيريال دي، ممكن اقسمها بالطول وممكن اقسمها بالعرض يا شباب. يعني ممكن في النص يبقى البليت الاولاني، وبعدين في ماتيريال رقم واحد، وبعدين في ماتيريال رقم اثنين، وبعد كده البليت الثاني. او ممكن يبقى في عندي مقسومه بالطول زي على اليمين ده شباب، اللي هو مقسوم من النص كده، وهنا ماتيريال واحد وهنا ماتيريال اثنين. بيز على التقسيمه دي يا جماعه بيطلع عندي الكاباستورز بتاعتي يا اما متوصله سيريس يا اما متوصله بارلل. السيريس كونكشن بتاعت الكاباستور دي، بصوا تخيلوا معايا كده ان الحته اللي في النص دي، ده هو الباوندري اللي ما بين الاثنين الكاباستور اللي هو الوصله اللي ما بينهم. وعندي كاباستور فوق قيمته بتساوي اس ابسلون ار واحد في اس على دي في اس على دي واحد، وكاباستور تحت قيمته ابسلون ار اثنين في اس على دي اثنين. وقيمه الايكوفلنت كاباستنس بتاعت الاثنين كاباستور المتوصلين بالسيريز زي البارلل بتاع المقاومه، انا عارف ان الكاباستور عكس الريزيستنس. فقيمه سي ايكوفلنت بتاعت الكاباستور بتساوي سي واحد سي اثنين مقسوم على سي واحد زائد سي اثنين.
نفس القصه يا جماعه، لو انا اقسمهم بالطول كده ادي عندي بليت بليت وداي الكتريك، يبقى ادي كاباستور بليت وبليت داي الكتريك، وادي كاباستور، الاثنين دول متوصلين مع بعض من فوق، والاثنين دول متوصلين مع بعض من تحت، يبقى دول متوصلين بارلل، والاولاني قيمته بتساوي اس 1 في ابسلون ار 1 على دي، اس 2 في ابسلون ار 2 على دي، والايكوفلنت بتاع الكاباستور في البارلل يا جماعه هو مجموعهم، يعني سي ايكوفلنت هي سي 1 زائد سي 2. ماشي يا شباب، ناخد بالنا بقى من حاجه مهمه جدا في الكاباستور هنا يا جماعه، الكاباستور اللي فوق اللي تشارج دي بوزيتيف كيو، واللي تحت كيو برضه يا جماعه، فالاثنين كاباستورز المتوصلين سيريز اللي تشارج عليهم ثابته، اللي تشارج ثابته يا شباب، وده بياخد نص الفولتج او نص البوتنشال، وده بياخد نص البوتنشال او مش نصه بالظبط حسب قيمه الابسلونز اللي جوه. هنا يا جماعه بيكون التشارج هي اللي بتتقسم، يعني البليت اللي فوق مقسوم نصين، ده عليه كيو 1 كيو 2 التشارج متقسمه، لكن البوتنشال ديفرنس بتاع الكاباستور الاولاني زي البوتنشال ديفرنس بتاع الكاباستور الثاني، وده اللي انا كاتبه لك تحت، ان التشارجز بتاعتي يا جماعه هنا هي اللي متقسمه، والبوتنشال في التو كاباستور زي بعض، لكن في الحاله الاولانيه اللي هي بتاعه السيريز كاباستور بيبقى التشارج ثابته والبوتنشال هو اللي متقسم. ماشي يا جماعه، حد عنده مشاكل لحد هنا؟ لا تمام يا باشمهندس. بصوا يا شباب، البارل بليت كاباستور ده من اشهر الكاباستورز اللي في الدنيا، واسهل حاجه في التعامل معاها. احنا عندنا نوعين كمان عايزين نبص عليهم قبل ما نتكلم في حل المسائل، حاجه اسمها السفيريكال كاباستور وحاجه اسمها السلندريكال كاباستور. السلندريكال كاباستور ده موجود فين يا جماعه؟ ده موجود في كل اي كابل في الدنيا، اي سلك بيعمل السلندريكال كاباستور. السلك بتاع النت بتاعك او انا اسف بتاع الدش بيبقى عباره عن كوندكتور في النص، بعدين معزول، بعدين في كوندكتور تاني بره كده اللي هو الفويل ده، اللي هو بيبقى كوندكتور من الومنيوم فويلز كده، فعندي كوندكتور بره وكوندكتور جوه، ما بينهم في النص في عزل، يبقى ده سلندريكال كاباستور اللي هو شكله عامل كده، ادي الكوندكتور اللي جوه لحد ريديوس A، بعدين ده الكوندكتور اللي بره، بعدين في النص ما بين الاثنين دول في العزل، العزل اللي هو ما بين الاثنين كوندكتور. لو عايزين نحسب الاس السي بتاعت السلندريكال كاباستور هي نفس الطريقه يا شباب، انا هجيب الالكتريك فيلد، ومن الالكتريك فيلد هروح اجيب البوتنشال، وبعد كده اقسم كيو على بوتنشال عشان اطلع قيمه الكاباستنس بكام. بصوا الالكتريك فيلد يا شباب، الالكتريك فيلد بتاعي الكيو هي رو اس في الاريا، رو اس في السايد اريا بتاعت الكاباستور، الالكتريك فيلد هو ناقص التكامل، انا اسف البوتنشال هو ناقص التكامل بتاع اي دوت دي ال، فتجيب الالكتريك فيلد ده من جاوس اللي هو بتاع السلندر كان، انتم المفروض دلوقتي بقيتوا اساتذه في الموضوع ده، الدي دوت دي اس دي بتبقى عباره عن دي في الاريا السايد اريا بتاعت الاسطوانه اللي هي 2 باي ار في ال، والتشارج اللي جواها هي رو اس في الاريا اللي هي رو اس 2 باي اي ال، 2 باي هتروح مع 2 باي والال مع ال، يبقى معايا ان الالكتريك فيلد في اتجاه الرو او في اتجاه اللي هو الريديوس دي رو يا جماعه مش ار، الالكتريك فيلد في اتجاه الريديوس هو رو اس في ايه على ابسلون في ار في رو، انا اسف. ناخد معادله الالكتريك فيلد دي ونعوض بيها في البوتنشال ديفرنس ايكويشن اللي فوق، نطلع الفي بكام يا جماعه؟ طلعت الفي رو اس في ايه على ابسلون ولين دي على ايه. جبت البوتنشال ديفرنس ما بين التو بليتس، اقسم الكيو اللي فوق على البوتنشال ديفرنس ده، يطلع معايا معادله الكاباستنس بتاعت السلندريكال كوردينيتس او بتاعت السلندريكال كاباستنس 2 باي ابسلون مضروبه في اللينس على لين بي على ايه؟ بي اللي هو الاوتر ريديوس بتاع الاسطوانه اللي بره او بتاع الكوندكتور اللي بره، والاي هو الانر ريديوس او الريديوس بتاع الاسطوانه اللي جوه. ودي برضو معادله هتحفظوها ومن حقنا نستخدمها على طول بدون اثبات زيها زي البارلل. بص على موضوع البارلل والسيريس يا جماعه بتاع الكاباسيتنس بتاعتي، هنلاقي ان انا عندي لو انا قسمت الماتيريال اللي في النص دي من في النص، يعني من اول A لحد ريدس اسمه ار 1 حطيت ماتيريال، ومن اول ار 1 لحد B حطيت ماتيريال ثانيه، يبقى كده في عندي تو كاباسيتنس متوصلين للسيريس، ونعرف المعادلات بتاعتهم نعرف نطلعها سهل جدا، هي مكتوبه قدامكم اهي، ونقدر نقسم الماتيريال بقى بالطول، يعني
اقطع في الماتيريال كده في اتجاه الدايمتر بتاعها، واحط في الجزء اللي فوق ده ماتيريال، واحط في الجزء اللي تحت ماتيريال تاني، يبقى عندي تو كاباسيتورز متوصلين ان بارلل، واقدر اطلع المعادلات بتاعتهم اللي هي موجوده قدامكم. ناخد بالنا بس يا شباب كده ان المعادله اللي احنا جايبينها فوق هي 2 باي ابسلون في ال على لين، دي المعادله بتاعت الكاباسيتور بتاع السلندر دي كلها. في الحاله بتاعت السيريز كاباسيتنس يا شباب لو بسيطه تلاقي ان كل كاباسيتور صغير، يعني سي واحد شكله سلندر، فانا خدت له المعادله كلها اللي هي 2 باي ابسلون في ال على لين. السلندر اللي بره او الكاباسيتور اللي بره هو برده شكله سلندر، فخدت له المعادله زي ما هي. لكن ناخد بالنا ان احنا هنا يا جماعه لما قسمنا بقى عندي كل كاباسيتور فيهم شكله نص اسطوانه، يعني السي بتاعته مش 2 باي، هي باي بس، هي نص السي بتاعت السلندر الكامله، لان انا دلوقتي عندي نص اسطوانه مش اسطوانه كامله. ماشي يا جماعه؟ يا قوم تمام يا باشمهندس. تمام اوكي ماشي. النوع الثالث يا شباب اللي احنا لازم نكون حافظينه هو الكونسنتريك سفير او السفيريكال كاباستور. وخلاص بقى احنا مش محتاجين نمشي مع الاثبات بخطواته قوي، احنا فهمنا بنعمل ايه. انا بجيب الدي من جاوس زي ما جبناها في الشابتر بتاع جاوس بالظبط، واجيب الدي اقسمها على ابسلون عشان اطلع الالكتريك فيلد، اكامل الالكتريك فيلد ده ضد في ال عشان اطلع البوتنشال ديفرنس، يطلع ده شكل البوتنشال ديفرنس اللي احنا عملناه السكشن اللي فات بتاع التو سفيرز او تو كونسنتريك سفيرز، واقسم الكيو اللي تشارج على القيمه بتاعه الفي، اطلع الكاباستور يطلع 4 باي ابسلون مقسوم على 1 على اي ناقص 1 على بي، والاي ده هو الريديوس بتاع الاسطوانه اللي جوه، والبي هو الريديوس بتاع الاسطوانه، انا اسف بتاع الكوره اللي جوه، والبي هو الريديوس بتاع الكوره اللي بره. نفس الكلام يا جماعه اللي عملناه في السبيريكال والسلندريكال، انا اسف في الكارتيزيان او البارل بليت والسلندريكال، نقدر نعمله هنا في السبيريكال يا شباب، ان انا اقسم الماتيريال بالنص، يعني احط كوره ثانيه في النص ما بينهم واقسم الماتيريال فوق وتحت لماتيريال واحد واثنين، يبقى عندي اثنين كاباستر متوصلين سيريز اللي عليهم التشارج ثابته. وكده خدوا بالكم ان شكل الكاباستور اللي طلع عندي هو زي الكوره بالظبط، عشان كده خدت له نفس او كل واحد من الاثنين الصغيرين سي 1 و سي 2 نفس المعادله بتاعت السفيريكال كاباستور اللي احنا عملناه. لكن لو جيت قسمت الكوره دي بالنص كده، قطعتها بالنص يا شباب، وبقى عندي اثنين كاباستورز متوصلين ان بارلل، تاخد بالك ان المعادله بتاعت سي 1 ما بقتش 4 باي ابسلون، بقت 2 باي ابسلون بس، لان كل كاباستور من دول ما بقاش كوره كامله، بقى نص كوره بس مش كوره كامله. ماشي يا شباب؟ ماشي يا جماعه؟ تمام يا باشمهندس. تمام. تعالوا نتفق كده يا جماعه ان الكاباستور ده موجود ومش لازم يكون موجود في دايره عشان يبقى اكتف او عشان يبقى مشحون. فاحنا عندنا الكاباستور بيكون حاجه من اثنين، يا اما كاباستور عليه كونستانت تشارج، يا اما كاباستور عليه كونستانت فولتج. زي ما قلت لكم في الاول كده يا جماعه، يعني ايه كاباستور؟ الكاباستور ده حاجه بتخزن الانرجي. الانرجي اتخزنت ما بين التو بليتس دول في صوره الالكتريك، انا اسف، في صوره التشارج اللي متكون على كل بريت من الاثنين، اللي عمل الكتريك فيلد وعمل بوتنشال ديفرنس والكلام ده كله. فاحنا عندنا يا جماعه كاباستور، انا ممكن اشحن كاباستور وبعد كده اسيبه مشحون لفتره. فانا بحط بطاريه على الكاباستور، وبعدين تشحن الكاباستور بتشارج اسمه كيو، وقيمه كيو دي بتساوي سي في الفولت بتاع البطاريه. لو شلت البطاريه يا باشمهندس الكيو هتروح في حته. هل الكيو ليها اي مكان تهرب منه يا جماعه؟ لا مش هتهرب. عشان كده الكاباستور ده بنقول عليه فيكسد او كونستنت تشارج كاباستور، يعني ده كاباستور اتشحن وفضلت التشارج عليه قيمه ثابته. طيب لو انا جبت البطاريه بقى وحطيتها على الكاباستور يا شباب وفضلت موصل البطاريه، هل فولت البطاريه ده ممكن يتغير في اي حاله من الاحوال؟ لا برضه مش جهد البطاريه ثابت. فانا لو جبت البطاريه ووصلتها على الكاباستور يا شباب يبقى ها فولتج هو الكونستنت، يبقى الفولت هو اللي ثابت، فانا الكاباستور بتاعي ممكن يبقى عليه كونستنت تشارج وممكن يبقى كونستنت فولتج. طب انا بتكلم عن الموضوع ده ليه يا شباب؟
تخيل معي بقى الكبستر بتاعي ده، انا شديته شويه، شديت التو بليتس حبه، بصوا على الكبستر اللي فوق. انت لو شديت التو بليتس، انا جبت 2 تشارج، جبت كبستر، انا اسف، شحنته بقى فيه 2 تشارج، بص بقى نيجاتيف كيو، وشلت البطاريه، الكبستر مشحون. لو انا شديت الكبستر يا شباب، الدايمنشنز بتاعته تحصل فيها ايه؟ هتتمدد. وانا عارف ان قيمه السي معتمده على الدايمنشنز بس، فالدايمنشن لما تتغير السي هتتغير هي كمان. بس خد بالك ان كيو ثابته، يبقى لو انت شديت الكباستور يحصل ايه في الفولتج اللي ما بين اطرافه؟ هيتغير يا باشمهندس، والالكتريك فيلد هتتغير. فمن الاخر يعني، لو انا شحنت كباستور التشارج اللي عليه ثابته، وبعدين لعبت اي حاجه في الكباستور بقى، قسمت، قطعت حته من البليتس، شديت الكوندكتورز شويه، زقتهم على بعض، غيرت الدايمنشنز بتاعته، قيمه السي هتتغير، وقيمه الفي هتتغير، وقيمه الاي هتتغير. الحاله الثانيه يا شباب، او الفيكسد فولتج، لو انا لعبت في الدايمنشنز بتاعه الكاباسيتنس، السي هي اللي هتتغير، الفولت ثابت والسي بتتغير يا شباب، يبقى التشارج اللي على الكاباسيتنس او التشارج اللي على البارلل بليتس كمان هتتغير. فيبقى في الحاله الثانيه او الكونستانت فولتج ده، لو غيرت الدايمنشن بتاع الكاباستور، الفي هتفضل ثابته، لان انا موصل البطاريه، ما شلتش البطاريه من عليه، بس مقابل الفي الثابته دي يا شباب، هتلاقي ان قيمه التشارج المتخزنه بتتغير، وقيمه السي او قيمه الكاباستنس بتاعي بتتغير. ماشي يا شباب؟ بس يعني لو البطاريه متشاله يبقى كده الكيو ثابته، لو البطاريه محطوطه كده في كثابته؟ لو البطاريه متوصله على الكباستور، البوتنشال هيفضل ثابت. لو وصلت بطاريه الاول وبعد كده شلتها، شحنت الكباستور بتشارج وشلتها، التشارج ما لهاش مكان تروح فيه، فتبقى الكيو هي اللي ثابته. نقطه مهمه جدا يا جماعه في السفيريكال كاباستور، ان انا لو عندي سفير واحده بس، او بليت واحد، او اي كوندكتور واحد بس، ده بيعمل كاباستور ما بيني وما بين الانفينيتي، لان احنا على طول يا جماعه عندنا عند الانفينيتي عارفين ده بوتنشال زيرو، كان في كوندكتور هناك. كان في كوندكتور عند الانفينيتي يا باشمهندس، وانا جسمي كوندكتور او البليد ده كوندكتور، فبقى عندي اثنين كوندكتور، ما بيني وما بين الانفينيتي في عزل، فما بيني وبين الانفينيتي في كاباستور. نوع الكاباستور ده بنسميه حاجه اسمها ستري كاباستنس. ده كاباستنس بس ملوش طرفين، ده ليه طرف واحد بس والطرف الثاني عند الانفينيتي. في السفيريكال كوردينيتس يا جماعه، قيمه الكاباستنس هي 4 باي ايبسلون 1 على A ناقص 1 على الريديوس بتاع اللي بره، والريديوس بتاع الكوندكتور اللي بره عند انفينيتي، يعني 1 على A ناقص 1 على انفينيتي، او 1 على A بس وتطلع فوق، يبقى 4 باي ايبسلون في A. الكاباستور ده حاجه اسمها الاستري كاباستنس، وده بيبقى كاباستور قيمته صغيره جدا. طيب بصوا يا جماعه، بقيه البيبر دي كده في شويه اكزامبلز على الكاباستور، احنا مش هنمشي عليها بالتفصيل يعني، انتوا ممكن تبصوا عليها، هي مش اكزامبلز من بره الشيت يعني، احنا هنحل المسائل بتاعت الشيت بالتفصيل، والاكزامبلز دي معاكم الحل بتاعها، لو حد عنده مشكله ممكن يبقى يسالني زي ما كريم بيسالني. ماشي يا شباب؟ هتاخد معانا قد ايه؟ 3 29 دقيقه. احنا عندنا موضوع مهم كنا عايزين نتكلم عنه في الميتنج ده، عشان يبقى الميتنج جاي حل شيء بس تفضل 3 دقايق، فمش هنلحق نتكلم عنه، فخلوا بواسو ايكويشن دي، يعني هقفل الميتنج دلوقتي وافتحه تاني ونخش في بواسو ايكويشن على طول. تمام يا باشمهندس. ماشي يا جماعه. باشمهندس ممكن بعد ما تخلص السكشن يا باشمهندس تبعت لي PDF عشان ابعتها للشباب؟ ماشي، بس يعني بعد ما اخلص سيكشن على طول فكرني يا كريم، او احنا بنقفل اخر ميتنج فكرني عشان ابقى قدام اللابتوب، عشان بس لو قمت ما يعني ما ممكن اكون بعمل حاجه ثانيه فمش هعرف ارجع عليهم.